قال أنشدني أبي لصالح بن عبد القدوس رحمه الله تعالى: احذر الأحمق أن تصحبه، إنما الأحمق كالثوب الخلق، كلما رقعته من جانب حركته الريح وهنا فاخترق، أو كصدع في زجاج فاهش، هل ترى صدع زجاج يلتصق، كهمار السوء إن أقضمته رمها الناس وإن جاء نهق، وإذا جالسته في مجلس أفسد المجلس منه بالخرق، وإذا نهنهته كي يرعوي زاد شرا وتمادى في الحمق. عجبا للناس في أرزاقهم ذاك عطشان وهذا قد غرق. هذه الأبيات لصالح بن عبد القدوس يقول فيها: احذر الأحمق أن تصحبه، يعني هذه الأبيات في التحذير من صحبة الحمقى. ومثل حال الأحمق بالثوب الخلق، الثوب الخلق هو الثوب القديم المتهالك، كلما رقعته من جانب حركته الرياح، أي حركت الرياح الثوب وهنا فانخرق، أي انخرق من جهة أخرى. هذا مثله كالثوب الخلق. ومثل آخر كصدع في زجاج، صدع في زجاج فاحش، هل ترى صدع زجاج يلتصق، الزجاج إذا أصبح فيه صدع وتشلخ هل يلتصق؟ مثله يقول الأحمق. ومثال ثالث كحمار السوء، إن أقضمته أي أعلفته وأطعمته رمح الناس، أي رفسهم برجله، وإن جاء نهق أي ليس فيه حيلة، سواء أطعم أو لم يطعم، وإذا جالسته في مجلس أفسد المجلس منه بالخرق، أي سوء التصرف والفعال، وإذا نهنهته أي زجرته كي يرعوي زاد شرا وتمادى في الحمق. عجبا للناس في أرزاقهم ذاك عطشان وذا قد غرق. هذه الأبيات تنسب لعبد القدوس، لصالح بن عبد القدوس هذا، وأيضا تنسب في بعض المصادر لغيره. ومن عجيب أمره، يعني صالح بن عبد القدوس صاحب هذه الأبيات التي يحذر فيها من مجالسة الحمقى، له بيت يقول فيه: وكن أكيس الكيس إذا كنت فيهم، وكن أكيس الكيس إذا كنت فيهم، وإن كنت في الحمقى فكن أنت أحمقى، وإن كنت في الحمقى فكن أنت أحمقى. وله شعر أسوأ من هذا وأسوأ بكثير، وبعض العلماء تعجب من حاله، أنه يروى عنه أبيات فيها معاني جيدة في باب الآداب، وفي المقابل له أبيات سيئة جدا، بل في بعضها زندقة والعياذ بالله. ولهذا في طبقات الشعر لما ذكر بعض الأبيات الجميلة له وذكر بعض شعره الجميل تعجب، قال: فيا عجبا، كيف يمكن أن زنديق يقول مثل هذا القول؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: أنبعنا يعقوب بن إسحاق القاضي قال حدثني أبو هاني عبد المجيد بن حميد بن عبد الله قال حدثنا عبد المنعم عن أبيه عن وهب المنبه قال: الأحمق كثوب الخلق، إن رفعته من جانب انخرق من جانب آخر، ومثل الفخار المكسور لا يرقى ولا يشعب ولا يعاد طينا. فهذا مثل الأحمق، إن صحبته عناك أي أتعبك، أدخلك في العناء والتعب، وإن اعتزلته شتمك، وإن أعطاك من عليك، وإن أعطيته كفرك، وإن أصر إليك اتهمك، وإن أصررت إليه خانك، وإن كان فوقك حقرك، وإن كان دونك غمزك. وأنشدني عبد العزيز بن سليمان العبرش: اعلم بأن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، فطن بكل مصيبة بماله، وإذا يصاب بدينه لم يشعر. هذا عبد العزيز بن سليمان الأبرش، من أشرت قبل قليل إلى جمال أبياته وكثرتها في هذا الكتاب. قال: اعلم بأن من الرجال بهيمة
في صورة الرجل السميع المبصر، فطنا بكل مصيبة في ماله، وإذا يصاب بدينه لم يشعر. يعني إذا كانت المصيبة تتعلق بشخصه أو بماله يغضب ويفطن لها ولا تغيب عنه، أما المصيبة في الدين فإنه لا يبالي بها. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان لا يغضب لنفسه قط، وإذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء. قال: وعن شرني محمد بن عبد الله البغدادي: وإن عناء أن تفهم جاهلا فيحسب جهلا أنه منك أعلم، وتشخص أبصار الرعاء تعجبا إليه وقالوا إنه منك أفهم. نعم، يعني معاناة تفهيم الجهال والحمقى، ولا سيما من كان منهم متعالما يرى أنه يفهم وأنه على دراية ومعرفة. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: الأحمق يتوهم أنه أعقل من ركب فيه الروح، وأن الحمق قسم على العالم غيره، والأحمق غيره، وأن الأحمق مبغض في الناس مجهول في الدنيا غير مرضي العمل ولا محمود الأمر عند الله وعند الصالحين، كما أن العاقل مهبب إلى الناس مسود في الدنيا مرضي العمل عند الله في الآخرة وعند الصالحين في الدنيا. يقول: من عجيب أمر الأحمق أنه يتوهم أنه أعقل من ركب في الروح، أنه لا يوجد على وجه الأرض أعقل منه، وأيضا أن الحمق قسم على العالم غيره، ليس فيه شيء من الحمق. الحمق